أخبار اليوم. طبعا ده حاجة جميلة لينا في مصر، دي فورمات عالمية، وان هو يتصور كمان في سهل حشيش ده تنشيط للسياحة، بنعرف الناس كلها ايه مصر وايه السياحة في مصر، وسهل حشيش بلد جميلة وبحر وطقس ممتع، فده حاجة جميلة جدا ان بيساهم في رجوع السياحة مرة تانية. والله اليومين دول انا بعمل غنوة جديدة اسمها الجامعة الأمريكية، هصورها يمكن كمان أسبوع ولا حاجة، وكاتبها محمد هلال وألحاني وتوزيع أنور عمرو، وبعدين داخل بعد كده ألحان بقى أكتر من حاجة. آخر حاجة لسه نازلها لي الأستاذ هاني شاكر غنوة أنا اسم على الورق، فالحمد لله عاملة نجاح كويس مع الناس، ويا رب اللي جاي بقى كله يبقى كده. معايا بقى بتعامل مع الأستاذ جورج وصوف، بتعامل مع هشام الحاج، بتعامل مع ناس كتير لبنانيين اليومين دول بعمل لهم شغل يعني.